فضيلة الشيخ عطية صقر، من أجل البحث عن السعادة الزوجية تلجأ بعض السيدات المسلمات إلى السحرة والدجالين لعمل أحجبة، فما الحكم في هذه الأشياء من وجهة نظر الدين؟ مبدئيا أقول إن المرأة نفسها سحر في أقصى درجات السحر، يمكنها بما يمكن من جمال الخلق والخلق والذكاء أن تجذب قلب زوجها إليها، فإن عجزت مع هذا كله أن تبقي على حبه ولو في أدنى درجاته، فمن الجائز أن تكون هناك عوامل أخرى صرفته عنها، وقد تكون عوامل بشرية من الجو الذي تعيش فيه، وقد تكون عوامل أخرى وهي غير بشرية يشير إليها قوله تعالى في آية السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولبيان حكم السحر موضع آخر مع التنبيه على عدم التورط في التعامل مع الدجالين الذين يوهمون الأغرار بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، والله أعلم.